لسه بتكلم انا كابتن عصام على الاهداف دي. كان عندنا روح كتير، الروح كانت بتخلي المنافس نازل قدامك خايف. دي حقيقة. ان شاء الله الزمالك يقدر يستعيد الروح دي في ماتش يوم السبت. فنيا بقى ماتش يوم السبت هيكون ماتش صعب جدا بين قطبي الكره الافريقيه، يعني زي ما بنقول كده الزمالك والترجي، فرقتين من اكبر الفرق اللي موجودين في افريقيا مع ايضا فرق اخرى موجوده. شايف المنافسه هتكون ازاي، وازاي الزمالك يقدر يخرج بثلاث نقاط؟ خلينا متفقين يا هذا، طبعا توقيت المباراه والاجواء بتاعه المباراه هي اللي مصعبه اللقاء، وطبعا لقاء كبير طبعا. نادي الترجي نادي كبير، وحتى لو تعرف اللي احنا كسبناهم قد ايه وهم كسبونا قد ايه، الموضوع قريب جدا، المسافات قريبه من بعض جدا. منافسه شرسه تقريبا، احنا كسبناهم 4 مرات وهم كسبونا 4 مرات تقريبا كده، يعني على ما اظن حتى الالقاب الافريقيه المنافسه صعبه بين الاثنين يعني. بس انا عايز اقول لك هو التوقيت بتاع المباراه بالشكل اللي فيه المجموعه هو اللي مصعب المباراه جدا. الزمالك تقريبا عنده حافز كبير ان هو لازم يرجع للمجموعه ولازم يرجع للمنافسه، فطبعا عشان يرجع للمنافسه لازم يبقى اللقاء ده يبقى عندك الخيار الاصعب والاصعب والاسهل في نفس الوقت، عشان ما عندكش حل تاني ان انت لازم تكسب الماتش الجاي ان شاء الله. انت كسبت الترجي في الترجي 3-1 وفي بطوله قويه جدا كان كاس السوبر. السوبر كان في قطر، كان في قطر وكسبتهم 3-1 وكسبتهم في بطوله افريقيا ثم بعد كده هنا في القاهره. فانا عايز اقول لك الموضوع مش صعب. لعيبه نادي الزمالك لعيبه كبيره، ان شاء الله باذن الله يقدروا يرجعوا. الحته الفنيه دي طبعا محتاجه جزء نفسي طبعا من الجهاز، وعامل عليه عامل كبير جدا. وانا عارف ان المشرف العام الاستاذ امير مرتضى وكابتن اسماعيل يوسف والجهاز كله بختهم معاهم تجانه يعني مدير كوره، يعني فاكيد جهاز متكامل يعني. يعني كابتن اسماعيل لعب في كل افريقيا وبيعرف يتعامل مع الدنيا كلها وعدى بكل المواقف، ما شاء الله عليه، الفوز والانتصار والهزيمه وكل، فهو اكيد نفسيا اكتر حد يقدر يقعد يتكلم مع اللعيبه. واكيد انا كمان في دور لكباتن الفرقه، يعني متهيألي الماتش الجاي ده انا شايفه ولا ماتش اداره ولا ماتش اداره فنيه بالظبط، فريرا بس وكابتن اسامه يحطوا التشكيل الصح. مظبوط مظبوط. اللعيبه بقى انا حاسس الماتش الجاي ده 11 راجل في الملعب. الله ينور عليك يا عضا. وانا عايز اقول لك برضو خلينا نتكلم برضو من الجزء الفني شويه، عشان دي شغل يعني ده شغلنا طبعا. احنا خلينا نتكلم ان المباراه دي بالذات لازم تتقسم، لازم تتقسم. انا عايز ايه من اللقاء الاول واحدد التارجت بتاعي وهقسم اللقاء على اجزاء واعمل سيناريوهات للمباراه، وكل سيناريو ابقى محضر لي الشغل بتاعي ايه. مباراة صعبة، بس أنا بقول لك دي البوابة بتاعت إن شاء الله بإذن الله تعالى إن إحنا نرجع لبطولة أفريقيا من الباب الكبير إن شاء الله. لو اتكلمت مع حضرتك عن التاكتكس في بداية اللقاء، معروف عن فرق شمال أفريقيا تحديدا الترجي في ملعبها بتنزل أول 10 دقايق هجوم شرس، ضراوة جامدة جدا في الهجوم. شايف إزاي الزمالك يمتص هجوم أو اندفاع الترجي، بل ويقدر يستغله إزاي فيسجل هدف في البداية؟ خلينا متفقين ان المباراه دي مباراه زي ما بقول لك سيناريو يتقسم على اللقاء، او ربع ساعه بتفرق جدا في المباراه اللي زي دي. تبقى متماسك، بتعرف تمتص الحماس بتاع الفرقه، طبعا بيلعبوا في ملعبهم عندهم حافز اكبر ان هم عايزين يكسبوا، وعندهم هم دلوقتي عندهم 6 بونت، يعني لو اللقاء ده كسبوه بنسبه كبيره يبقى خلاص يعني صعب، يعتبر صعب. فهو بالنسبه له هو حتى المدير الفني بتاعهم قال لك المباراه دي صعبه بسبب الظروف المحيطه بالمباراه، ان الزمالك عايز ايه من المباراه. هم عارفين طبعا ان الزمالك طبعا فريق كبير، وان شاء الله باذن الله، انا بقول لك ان شاء الله باذن الله انا متفائل جدا ان شاء الله، واتمنى الدعم من كل الجماهير الزملكاويه اللي احنا واخدين منهم ان هم على طول بيدعموا نادي الزمالك. هو ده وقتكم ان انتوا تدعموا فيه نادي الزمالك، بتمنى الدعم من كل ابناء نادي الزمالك. هو ده وقتكم ان انتوا تدعموا نادي الزمالك، نادي الزمالك محتاج لكم دلوقتي. اللعيبه لازم تعرف المرحله اللي احنا وصلنا لها، وزي ما انت قلت يا قضاء عايزين 11 لاعب في 11 راجل في الملعب، مباراه بطوله، مباراه لو ربنا يسر الحال وكسبتها انت بتاخد 3 بونت، بتاخد خطوه كبيره، عشان انت عندك الماتش اللي بعديه عندك في القاهره. يعني هيقربك كتير لو خدت 6 بونت من المباراتين دول، لان ده يعتبر منافس مباشر ليك. يعني انا الشهر الجاي ده عندي 3 لقاءات في البدايه كده يرجعوني للمنافسه في كل حاجه. مظبوط مظبوط. عندي ترجي، بيراميدز، ترجي. مظبوط مظبوط. 3 لقاءات صعبين جدا. انا عايز افكرك يا اضب حاجه يعني حصلت معانا لما خدنا البطوله الكونفدراليه من مستر بروس.
احنا كنا يعتبر تقريبا كان بيتقال الزمالك والزمالك بيخسر والزمالك حصاله والزمالك كان في هزيمه من جماهير هناك، وصلنا تقريبا للدقيقه 90 تقريبا كان خلاص يعتبر بره البطوله بالجون بتاع اوباما اللي احنا دخلنا فيه بالبطوله. انا فاكر معلق ساعتها للصبر حدود يا زمالك، وقدرنا نرجع وربنا كرمنا وخدنا البطوله. احنا بتوع الصعب ان شاء الله، وعارف ان لعيبه الزمالك لعيبه رجاله، وانا بقول لك ان شاء الله باذن الله تعالى فزنا على اتلتيكو هناك بهدف حميد احلال. يعتبر يعني يعتبر عملنا نتائج، يعني احنا كنا خلاص بره، يعني يعتبر احنا كنا رجل بره ورجل جوه خلاص انت بره. الثقه والحماس خلتنا نفوز بره ارضنا اكتر من جوه ارضنا. هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه يا قضاء، لازم جمهور الزمالك يدعم، لازم ابناء نادي الزمالك تدعم، هو ده وقتكم. وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا بالبطوله ديت اللي جماهير الزمالك كلها مستنياها. احنا بنتكلم على فريق السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها واخدين دوري وكاس في ظروف يعني محدش يكسب فيها اي حاجه. خد بالك اهو، انا عايز اقول لك حاجه، الدنيا انت كده كده الفرقه وارد جدا يحصل دروب. انت ده بيحصل في كل فرقه العالم.